متابعي قناة منى، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد اللي غيكون من محل ايميديكو اللي ديجا كنت صورت لكم فيه حلقات ديال طبالي وديال جيرفليكس، وكل مرة غنخصص حلقة خاصة بشي منتج او هميزة. فهاد لا فيديو غنتعرفوا على واحد الجديد روعة اللي هما لي بلاك بديل الزليج بالالوان والاشكال ديالهم، منتج رخيص عملي كيحل بزاف ديال المشاكل، ممكن تستعملوه في اي بلاصة في المنزل بحال الكوزينة الحمام، وكنديروه حتى ديكور. جميع المعلومات عليه وكيفاش نستعملوه والثمن ديالو كلشي غيجاوبني عليه خويا ياسين كما العاده، اللي غيبان لكم الرقم ديالو على الشاشه، كيرسل في كازا وفي جميع مدن المغرب. وغنشوفوا ايضا لي طابي ديال الباب بالالوان والاشكال ديالهم، وغتكون معنا ايضا واحد الميزه فواحد لا طابلا مونجي بون اوكازيون. ما تزابيوش وتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وغادي نبداو لا فيديو ديالنا من المحل ديال ايمي ديكو، وضروري مرحبوا بسياسين. مرحبا، لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. الله تبارك الله عليك، دائما كتمتعنا بالجديد والمعلومه بيان سيغ. ما شاء الله عليك. اليوم اخويا ياسين اش غنشوفوا في هاد لا فيديو هادي؟ اليوم غادي نشوفوا الحل ديال الناس اللي كيعانيوا من الزليج، سواء في الكوزينه، سواء في الحمامات الدوش، سواء حتى في اللي عندهم في وسط الدار، اللي عندهم حيوطه بالزليج وداك الشيء، اللي عندهم مثلا ليميديتي يقدر يديرها، اللي عنده ليميديتي. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على شي حل اللي عملي بالنسبه للبراتيك، سهل في التركاب، اللي يقدروا يخدموا به. كما كنعرفوا كانوا الناس عارفين هذوك لي بلاك اللي كيكونوا بحال اللي بغيك، اللي كانوا شحال هادي تماما، اللي دابا ولاو ديمودا، وليتي فين ما تمشيتي كتلقاهم داكشي. فوالا كيجيو بحال الحجر اللي كنا كنوريوكم ب 25 درهم و 30 درهم بحال الشكل ديال لي بريك وداكشي. دابا خرج واحد الشكل جديد حسن في لاكايتي، حسن في لو توشي ديالو، حسن انيق اكثر، حسن حتى في لي موديل ديالو داكشي، حتى في التنظيف ديالو، حتى في التنظيف، حتى في التنظيف اللي ليس، وشي حاجه اللي موديرن اللي روميه، ماشي داكشي اللي موالفين كنشوفوه. تبارك الله ديال الماغ. ما شاء الله عليك. عرفتي هاد الفكره ملي قلتي لي الماغ، بحال دابا قلتي لي نقدروا نستعملوه حتى في وسط الدار. مثلا عندي حيط وما لقيت ما ندير فيه داك الحيط، في بلاصه انني ما غادي نمشي ونجيب تحجارت ولا غادي ندير فيه شي ديكور في شكل، نقدر ندير فيه هاد لي بلاك. هادو هاد لي بلاك تقدر دير بحال قلتي، ورا التلفازه، ورا دي فوتو، ورا ديجا غادي نوريكم دي فوتو اللي كيبان كيفاش كيجي في لابوز ديالو، كيفاش كيركب وكيفاش كيجي الديكور ديالو. تبارك الله عليك. تاخذوا الفكره. فوالا ندوزو، شوفوا الشكيلات اللي فيه والموديلات. كاين تقريبا كاع الشكالات ديال الرخام، لا بلي كولور، لا بزواقات، لا بكلشي. واو، تخيلوا دابا هادي ديروها مثلا في ديك البلاصه ديال التلفازه، ورا التلفازه كتجي كتحمق، عندك حيط هكا خاوي. اولا ممكن ندير انا مثلا، عندي مثلا واحد سيجور اولا بيس ديال الكلاس، درت ليه كل صباغه وحده وبغيت نشد حيط واحد نديرو في هذا الشكل هذا، كيحمق. وبالنسبه لا تيكستور ديالو كيبان، شتي واش عجبتني؟ كيبان نيس بحال الشكل ديال الرخام. حتى في التنظيف، حتى في التنظيف الاخرين هذوك لي كاهو كتلصق لك فيهم الغبره، ياك الغبره والزبل بيناتهم وداك الشيء. هذا ليس، هذا ما عندكش مشكل في النيتواياج. حتى بالنسبه للي دوش وفي التواليت الماء كيدوز فيه، زعما ما كيشدش فيه الماء. تبارك الله عليك. يعني هذا نستعملو انايا في لاصال دو با، ما كاينش مشكله، واخا تكون ديك لافابور ماشي مشكل، ماكاينش مشكل في لافابور. والناس اللي عندهم ليميديتي بحال هكا في الحيط ولصقوه كيضرق لهم العيب، كيضرق العيب. شوف لاكول ديالو اصلا دايرينها مجهده، شوف نوريكم شوف كيفاش كيجي داير. هادي هي لاكول ديالو، الحل العملي، لاكول ديالو مجهده، ممكن كتلصق، واخا تهز بحال هكا زعما ما عندكش مشكل. شفتو؟ وغير واحد الحاجه، مثلا انا جاني كارو بحال هكا، المعلم ولا الشخص اللي غادي يقدر يقطعو لي على حساب ياك الشكل اللي بغيت، كيتقطع هو، كيتقطع هو، ما عندكش مشكل في التقطيع. فوالا، يعني واخا تشوفو قد هكا نقدر نقطعو بالمقص، يتقطع بكيتور، بموس، ما عندكش مشكل، زعما فاسيل تقطع وكلشي وساهل في التركاب. دونك حتى بالنسبه للمعلم تقدر تركبو لراسك. فوالا، حتى فاش كتركب بلاكه حدا بلاكه ما كيبقاش يبان داك الفرق بيناتهم، داك الفرق. شوفو ما كيبقاش يبان داك الخط ولا شي حاجه، كيبان لك داكشي فين مزيان. داك الحق جا خطير جدا. دابا نوريكم اللوينات، حنا كنوريكم في اللوينات وبيان سور كنعطيكم معلومات. بالنسبه لاكولوغ الاولى شفتوا معايا كاين لو غري، هذا كي شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، رائع جدا، معروفه فيه بالبيض. هانتوما تقريبا هذه العبار ديال هاد لابلاك كتكون فيها 60 سنتيم على 60 سنتيم، 60 على 60. تبارك الله عليك. شوفوا النوار ديالها كتحمق حتى هي صراحه، شوفوا النوار. هادو كاع لي كولور مانسبيري من دي فغي ماغ، فوالا من الرخام الحقيقي. الحقيقي شوفوا هادي كي دايره عاوتاني، هادي باز زوينه، داخل فيها لو بيج وداخل فيها لو كري، و ميم طون جات لاكولور ديالها، واحد شويه الدوغي هانتوما عريقات، و ميم طون لاكولور ديالها كلير، زعما لا كانش اسباس لي سومبر ولا شي حاجه ما غاديش. تبارك الله عليك.
هذا حتى هو هبل لي هاد لاكولور بحال لون ديال الكوكياج كتحمق. شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره فوالا. اللي كيبغي شي الحيط يكون سامبل ها نتوما في لا سال دو بان. هادي سال دو بان، هادي سال دو بان كويزين، تقدر تدورها في لا سال دو بان كامله فوالا. ما كاين لا تهراس لا حتى شي حاجه، يعني ممكن انايا واخا ما نجيبش المعلم ياك نقدر نصاوبها بوحدي. بوحدك ما عندكش بوحدي، ما كاين لا معلم لا والو، كتغيزيستي الماء وكتغيزيستي لا فابور. والناس اللي عندهم ليميديتي راه حتى هي يعني تنقولوا حنا دوا دوا ديال ليميديتي. وعندي واحد الفكره اخرى الا وافقتيني على خويا ياسين، واش ممكن تجي في اون تيت دو لي كيجي قلت لك ياك كامله غير كتعجبني لون بلاسمون بلي كولور على حسب لي كولور اللي عندك وكلشي. انا عجبني كان غيجي في زعما في اون تيت دو لي يجي زوين. دابا حنا بالنسبه للبابي بان، البابي بان ولا فيه لي في مابر تماما، دونك لا الاش بي لا البابي بان لا هاد لي بلاك زعما الماب ولا كيدار كلشي تماما. دونك الناس راه كياخذوا البابي بان اللي كيشبه الماب وكياخذوا ميم طون هاد لي بلاك اللي كيجبهم. دونك اون فان كونت الريزلت سا سخي لو ميم. تبارك الله، غير هذا في التنظيف كيف ما قلت لك وكيجي لي لا لوميير كتضرب فيه. هذا لافونتاج ديالو، سهل في النيتواياج وسهل حتى في لابوس. تبارك الله عليك. فوالا هذه شكل اخر. شوفوا معايا ثاني هذا كي قلت لكم الماغو الرخام الا شفتيه تحلفي عليه انه ماغو، لا بالنسبه للنظره لا بالنسبه لو توشي، يعني في الملمس ماغو. شفتوا ها نتوما كاين ثاني هاد لا كولور هادي اللي تجي في لي سال دو بان خطيره. شوفوا كيفاش كتجي دايره يا سلام. تقريبا راه كاملين غنوريكم كيفاش كيجيو في الريزلت فينال ديالهم. فوالا دي فوتو في لا فيديو. شفتوا كيفاش كيجي داير واعر. شوفوا هذا كيجي معرق معرق خطيرين. واش كاين غير هادو ولا ممكن غيجيو يدخلوا شكيلات اخرين مازال؟ دابا بالنسبه لدابا هاد لي كولور هما اللي داخلين. فوالا هادو بالنسبه لي بحال قلتي ستوندار اللي مطلوبين اللي كاينين في الرخام حاليا. اصلا كيطلبوا في الرخام بزاف، داكشي علاش عزلنا هاد لي كولور هما اللي كيتمشاو بزاف. واصلا تقريبا داخلين فيهم كاع لي طون اللي كيحتاجو الناس، لا البيج لا الكري لا لي طون ما بين اللي داخلين ما بين البيج والكري. مفتوح مغلوق مفتوح مغلوق. بالنسبه لهذيك اللي كتكون بيضه كامله وداكشي تقدري ديريها هي وتماريها مع ان سو بانو اللي يكون اون غري ولا اون نوار. تماما عندك الحق. كاين اللي ما كيبغيش يدور صال دو بان ولا ما يبغيش يدير بزاف ديال النوار ولا شي حاجه، كيدير غير ان سو بانو كيماريه بداك لو بلون ولا شي حاجه. تبارك الله عليك. اللي كيبغي لا صال دو بان تكون سومبر ما عندوش مشكل كيديرها بالنوار ولا بالكري كامله وداكشي حتى هي كطلع زوين ما شاء الله. يعني قدرت انا سباس ندير ميلونج ما بين هاد لي دو مع جوج ديال اللوينات ما شاء الله عليك. دابا غادي نجيو لو بري الثمن ديالهم عند ايمي ديكو شحال غادي يبقى؟ بالنسبه للثمن ديال هاد لي بلاك غيكون 30 درهم البلاك. تبارك الله عليك، يعني بلاكه فيها 60 على 60 على 60 غتكون 30 درهم البلاك. ديك الساعه الناس فاش يعيطوا لينا يعطيونا لي ميزور ديالهم فوالا، ديك الساعه نقول لهم حنا شحال تخصهم من البلاك شحال يحتاجوا شحال يحتاجوا. ديك الساعه غادي يعرفوا بالضبط شحال غادي يقدهم من داك لو ميغ اللي عندهم ولا طواليت ولا شي حاجه شحال يخصهم من بلاكا. والناس ديال المدن ما كرهتش صراحه يتواصلوا معك حتى بالفيديوهات، انا ما كرهتش ولا الصور، حيت بحال دابا مثلا عندها واحد لي سباس مثلا غتقدر غتبغي مثلا تقسم فيه هاد لي بلاك هادو كيوريك كيوريك. دابا لي فوتو ديال لو ميغ اللي غادي تصاوب والبار ديالو كتصيفطوا لنا باش ديك الساعه كيسهل علينا حنا حتى حنا باش نعرفوا شحال غادي يقدوا في كل بلاصه ما يكونش داك الخلط وداكشي. تبارك الله عليك. مره اخرى الثمن 30 درهم فقط الارسال في كازا في جميع مدن المغرب. كنبغي نذكر ان المحل ديال ايمي ديكو كيسدوا ياك نهار الاحد فوالا الاحد فقط اللي ما كيحلوش. وبالنسبه للارقام باش تواصلوا معاهم غتبان لكم دابا على الشاشه. دابا البنات كيف ما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو غادي ننتقلوا لهاد لي تابي باياسون. شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين هادو اللي كنبغيوهم بزاف خصوصا في هاد الوقيته ديال الخريف وديال الشتوى، كنديرهم قدام المنازل لي بيغو المحلات ياك فوالا. شوفوا معايا واللي زوين فيهم انهم كاينين في جميع الالوان تقريبا وكاينين سور ميزور، يعني بغيتي عبار صغير بغيتي عبار كبير كيف ما بغيتي العبار متوفر فوالا. غير هو بان لي انا خويا ياسين فيهم مشكلات، كاين بزاف ديال لي كاليتي كاين بزاف ديال لي موديل فوالا. نبداو بهذا نبداو بهذا الموديل فوالا. شوفوا معايا لا تيكستور ديالو كيفاش كتجي دايره، كتجي بحال موشتي بحال مرشوشه ولكن حرش حرش ومن التحت ديالو كيكون اون كاواتشو فوالا. بالنسبه باش يعني كيلصق اول حاجه والماء ما كيترش عليه الماء. شفتوا كيفاش كيجي داير؟ وهذا ممكن ناخذه في اي عبار بغيت. هذا كاين الرولو ديالو كتكون فيه سوا 1 متر في لا لارجور سوا 2 متر، دونك تقدر تاخذ متر على شحال ما بغيتي وتقدر تاخذ 2 متر على شحال ما بغيتي. تبارك الله كيف ما تقدر تاخذ دي طابي اللي فيهم 80 على 40 اللي كيكونوا هما السبوندار هما هادو اللي مصوبين فيهم ديجا كتلقاهم واجدين ديجا كيكونوا في المحل فوالا. هاد الكاليتي اللي وريناكم كيكون فيها دو كولور، كيكون فيها هاد الكري هاد النواغ اللي موشتي بالكري فوالا وكاين فيها هاد الغوج اللي موشتي بالنواغ بالنواغ. ها انتم انا غنقرب لكم
واخا ما كيبانش لكم راه كتجي، هذا ماشي هو اللون ديالها نورمالمون كيف ما كتبان لكم. فوالا هنا كيبان لكم مفتوح، هو نورمالمون ملي كتجيو هنايا راه كيبان لكم انتم هاك غير كنبعد كيبان لكم كيبدا كيتغلق. ها انتم كنقرب كيتفتح كيجي بحال موشتي بالنوار بحال الارضيه ديالو نوار. فوالا هذا نورمالمون شكون له حاجه والثمن ديالها؟ هاد لي دو كاليتي بجوج ونص الثمن، هادو كيديروا بحالهم بحال هاد لا سيليكسيون كامله اللي كاينه هنايا كيديروا لو ميم بخي. دابا لو ميم بخي 100 درهم الطابي، 100 درهم شفتوا؟ بغيجوها بيان سور كبر كتزاد في الثمن، ديك الساعه كتولي بالمتر كاري، بالمتر كاري. فوالا دابا هذا ستوندار تقريبا قلتي شحال فيه العبار؟ 80 على 40، 80 على 40 دايره 100 درهم. فوالا كاين هاد لا كولور، كاين هاد لا كولور، كاين واحد لو ستيل كيجي مشبك. انا غنقرب لكم الناس كيعرفوه ديجا. هذا اللي كيتسمى سباكيتي، سباكيتي تماما كيجيني بحال سباكيتي. كاين فيه دو كاليتي، كاين الكاليتي اللي كتكون لا كاليتي سوبيريور راه هي هذه اللي كتكون مسدوده من اللور، او ميم طون اللور كتكون كاوتشو ما كتكونش بونج ما كتكونش ما كتزلقش كتلصق. كيكون كاوتشو هذا ما كاين، ماشي غير بالنسبه باش ما تزلقش ولا شي حاجه، غير حتى بالنسبه لهذا سباكيتي ما كيتفرتتش. فوالا كاينه لا كاليتي الاخرى هي هذه، هادي راه نفس البرانسيب تاعي ولكن من اللور. شوفوا الفرق باش نوريكم بحال هكا، شوفوا الفرق، شوفوا هادي وشوفوا هادي. فوالا كتاخذوا حتى معلومه ديما كنقولها لكم اللي كنجي نصور لكم اخويا ياسين، كتاخذوا فكره ومعلومه. هادو راه تاهما كاينين، هادو الطابي ديالهم كدير 70 درهم في نفس العبار. فوالا الا بغيتوا نفس العبار اللي قلنا هنا كدير 70 درهم، ولكن قلت لي فيها لو ديفو انا كتفرتت. مي راه هي كاين عندنا حيت كاين الناس اللي كيبغيوهم زعما شي حاجه اللي كتكون غير غير بروفيزوار كيديروا لك الشيء. هادو قلنا تا هما كيبقاو 100 درهم، 100 درهم. هادو راه فيهم تقريبا 6 ديال لي كولور. شوفوا معايا فيهم الكري مغلوق، هذا كري نوار، هذا كري كلير، هذا المارون، هذا مارون مغلوق، هذا الفير، وهذا البلو، وهذا الغوج، والغوج ديالهم. فوالا هادو قلنا كيبقاو بالثمن ديال 100 درهم، العبار اللي هو شحال قلنا؟ 80 على 40، 80 على 40. اللي بغات ما كبر كتولي بحال اللي غيتحسب لها بالمتر كاري، كتولي ديك الساعه سو ميزور حسب المتر كاري، المتراج اللي عندها ديك الساعه كتعطينا المتراج اللي عندها، راه كنقول لها بشحال كتعطينا بالثمن ديالها. بارك الله عليك. كاين حتى هاد لاكاليتي، شوفوا هادي كتجيني بحال حرشه اكثر. الناس اللي كيبغوا مثلا ينظفوا الصباغ تتكون شي حاجه لاصقه ولا هذا، ياك بحال بحال تيكراطي تماما بحال داك الشكل ديال المشطه. كتكون هذه حرشه، ومن اللور كتكون اون بلاستيك. هذا استروتشيرف، هذا ديال لوروب، مون ان لوروب. هذا البروميير حيت كاينه الكاليتي ديال الدوزيام، كتكون هادو كيكونوا مسدودين، هذه هي البروميير ديالها، هادو كيصبروا حتى هما، هادي حتى هي نورمال وكيشدوا بحال اي حاجه كتكون لاصقه مثلا في لي شوسيغ كتشد فيها، كتشد ما كتبقاش ما كتمشيش. فوالا هادي كتكون فيها 95 سنتيم، 95 على 45، على 45 كدير حتى هي 100 درهم. ما شاء الله عليك 100 درهم فقط، كاليتي سوبيريور كيف ما تنقولوا حنايا. هادي دابا اللي بغاها سور ميزور الروم ديالها كيكون فيه 95 سنتيم في لارجور. فوالا شفتوا، وعاد كاين واحد الشكل اخر هذا، هذا تا هو كاين في لي طابي، تا هو فيه 80 على 40. هذا بان ليا فيه محل فيه دي ديكرادي، فوالا ديكرادي ديال الكولور. اون فوا كتقطع الطابي ديالو كل مره كيفاش كتجي لا كولور ديالو. فوالا مره كيجيك شويه من هذا اللون، مره كيجيك شويه من هذا اللون. كيكون فيه مترو، كيكون فيه جوج مترو، كيكون فيه لي طابي تاعهم. هذا كيبقى ب 80 درهم الطابي ديال العبار ستوندار، 80 على 40. فوالا هذا تا هو كيصبر، ما عندكش مشكل في الماء، وكيمسح مزيان، كيتحرش وما كي ما كيتفرتت لا والو. فوالا حيت كلهم كيبانوا لي بحال مغلفين من هنايا، كيكونوا مسدودين من تحت. فوالا شفتوا تبارك الله عليك، حتى هو كيبقى الا بغينا هاد العبار هذا كيبقى له 100 درهم. لا هذا كيبقى ب 80، 80 عفوا، بحال هاد العبار 100 80 درهم، 80 درهم، 80 على 40، ديما العبار ديال 80 على 40. فوالا وكاين طابي بروس، طابي بروس غنشوفو هنا. علاش سماو زعما طابي بروس؟ تيجي بحال بحال الشكل ديال البروس، غير هو هذا راه غني عن التعريف، كيكون هو هذا صافي ماشي هذا، هذا هو اللي كان داك البازيك اللي تيكون. ها انتم انا غنقرب لكم شوفوا كيفاش كيجي من هنا. هذا كاين صوري لهم اللوط، ها انتم شوفوا كيفاش كاين من هنا. هذا كاين ستوندار اللي كيكونوا ديجا واجدين، كتكون فيهم اللي بحال هذه، اللي بحال هذه، هذه فيها 60 على 1 متر 20، متر 20 على 60 ديال العرض، يعني كبيره نيت. هذه عبار كبير، هذه كدير 220 درهم، 220 درهم. عبار كبير. كاين العبار الصغير اللي كيكون قد هادو كيدير 90 درهم، 90 درهم، 80 على 40، 80 على 40 كيبقى لكم 90 درهم، 90 درهم. وكاين العبار اللي كبر من هذه اللي كتكون فيها 140 على 70، كدير 300 درهم، 300 درهم. ما شاء الله عليك، وفيها اللوينات بانت لي هذه، فيها الاحمر وفيها الاخضر وفيها هذا لو فيغ هذا. فوالا
تبارك وكاين الله عليك. عاوتاني بالنسبه للشركات ولا بالنسبه بحال دابا كيكون ديسان ديك ولا شي حاجه اها كيبغيها بيرسوناليزي، اها كيبغي يكون عنده طابي ومكتوب فيه ولا السميه مثلا ديك سوا ديال ديك لا سوسيتي ولا السميه ديال لا سوسيتي، سوا شي زواقه حتى بالنسبه للناس اللي باغيين ديورهم في الدخله ديال الدار، شي زواقه ولا شي كتبه بحال ولا شي دابا جو حاجه بو ندير ستيل بحال بوستيغ انايا في طابي. تقدري تطبعيها في طابي ما عندكش مشكل، تبارك هذيك الله هي عليك. كتصوب سور ميجي باش فوالا نوريكم. بقاو معايا غنوريكم الشكل كيفاش كيجي داير. فوالا تقريبا بحال هذا مثلا الستيل. هنايا اللوغو ديالنا درنا فيه ايمي ديكو شتو بحال بهاد لا كولور كتكون، حيت هي كتاخدي بحال قلتي طابي كتاخديه فييرج، اها وديك الساعة كتطبعيه بلا كولور اللي بالموتيف اللي بسمية بغيتي، أو لا بالسمية ولا بالموتيف بالزواقة ولا باللي بغيتي كنقدرو نطبعو لك. تبارك وهادي كتكون ليبيسور ديالها زايدة على هادوك اللي كيكونوا ستوندار. علاش؟ على حساب حيت غادي حيت غادي تطبع فوق منها. لا ماشي كيسيون، حيت هادو اللي كيتجيو بالرولو كيكون آه. الكاليتي ديالهم زايدة على هادوك اللي كيكون، هادوك الاخرين اللي كيجيو ستوندار كيكون كياخدو بلو فان بوسيبل باش كتطبع موان شير. فهمتك. بالنسبه لهاد الطابي حنا كناخدو الرولو اللي كيكون صحيح. تبارك الله عليك. هادو كنتعاملو مع شركات اللي كبار كيبغيو شي حاجه اللي كتكون سوليد روبوست ولا غتبقى لهم مده طويله، حيت كيكون عليها الدرك بزاف. هادي ماشي شي حاجه اللي غادي تهرس غير الطوا ولا شي حاجه غادي تهرس. وبالنسبه لو بخي دابا هادي مثلا اللي كنبغي فوق من انا، هادي بحال دابا هادي مضروبه كلشي بالسخون، هادي السميه غرافي كتكون غرافي فيها ماشي صباغه ولا شي حاجه، فوالا غرافيا دونك ما عندكش مشكل بالنسبه للماء ولا شي حاجه ما عمرها تمسح. يقدروا يديروها حتى قدام لي مابل العمارات. فوالا يعني الناس بحال دابا اللي كيشوفوا فينا مثلا لي سانديك هادو كنعرفهم ملي تيكونوا مكلفين تيبغيو يشريو بحال هادشي، تاخذوا شي حاجه اللي غتبقى معكم مده طويله حتى تكون عليها الدرك بزاف. دابا هاد العبار تقريبا بشحال غادي يبقى لهم؟ وهاب هاد الشكل مثلا بغاو يديروا فيه مثلا سميه الاقامه مثلا، بغاو هاد العبار هذا. هاد العبار نورمالمون هذا فيه مترو على 50 سنتيم. مترو على 50 سنتيم. اها هادي طابي فيرج بلا بلا طبعه بلا والو. اها تقام 200 درهم. 200 درهم. 200 درهم 1 متر سور 50، حيت هادي غليظه. تمام. ديالها تقريبا الدوبل ديال هاديك الطابي اللي شفنا. فوالا. وبالنسبه للطبعه الا زدتي الطبعه كتكون على حساب الموديل اللي غادي تعزلي. واش بغيتيها؟ كتبه بزاف اذا كان فيه سميتو، هي كتراوح ما بين 100 حتى 200 درهم تقريبا. يعني بحال غتقام بشحال غتقام عليا الطابيه كامله؟ تقريبا على حسب الموديل اللي بغيتي. بحال دابا انا بغيت بحال هذا الموديل فيه غير السميه ديال 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 الاقامه مثلا، بشحال غادي تقام عليه؟ تقريبا بحال دابا هذا الموديل بشحال طالع هو نيت؟ بشحال طالع؟ هذا طالع ب 350 درهم. 350 درهم، ما عطيتكم دابا بحال نقول دابا بحال شي ثمن تقريبي. تقريبا فوالا، وإلا بغيت ندير فيها أنايا مثلا بوستيغ شي زواقه تقريبا شحال ممكن يطلع؟ راه تقريبا كيلعب في هاد لافوشيط ما غاديش يزيد 350 400 تقريبا. فوالا إذا بغاو تقريبا يحسبوها كاع بالمتر كاري، أها الفياج غتقام عليهم بواحد 350 درهم المتر كاري، أها والطابي بمطبوعه وكلشي غتقام عليهم شي 500 درهم المتر كاري، هادشي إلا بغاو يحسبوها كاع بالديتاي. ستوندار عطيناهم الثمن ديالها. ستوندار عطيناهم الثمن. تبارك الله. وهنايا في الختام ديال الفيديو ديالنا ما يكونش ختام عادي، غتكون واحد الهميزة من المحل ديال إيمي ديكو. ياك هادي أخويا ياسين غير هميزة؟ هادي غير هميزة. فوالا غير هميزه طاح على خويا ياسين. ياسين جبناها باش نحطوها ونديرو فيها ان برومو. فوالا. الناس اللي غادي يقدروا تصلح لهم، ما بغيناش نعطيوها لشي واحد اللي غادي يعاود فيها البيع ويحطها وداك الشيء. فوالا. غادي نديروها ونديرو معاها واحد برومو. الناس ديال منى. الله يحفظك، أنا عجباتني، والله أنا دنا تكون كان عندي فين نحط هذا بحال عندي صالة مونجي، كون كان عندي فين نحطها ما نفلتش هاد لاطابل، هاد لاطابل مونجي ما نفلتهاش. تيلمون روعة، ديزاين ديالها أنيق جدا، وقلتي المصدر مناش؟ ماليزيا. ماليزيا، راه مكتوبة فيها، ها نتوما نوريها، هاي، شتو؟ هاي، ماليزيا، شتو؟ دابا السلعة ديال ماليزيا راه مابقاتش كتدخل، دابا كيدخل غير داكشي ديال تركيا، داكشي اللي كيكون عادي لاكاليتي ديالو شوية عادية وداكشي. تبارك الله عليك. راه أوكازيون. فوالا، أوكازيون، يعني راه مستعملة. مستعملة. وموفودة بثمن اللي شوية، حيت هادي بالجاجة ديالها، والجاجة ديالها ثقيلة. فوالا ها نتوما. خطيره خطيره العود، تنقولوا العود العود ديال بصح ماشي اي عود، الديزاين ديالها كيف ما كيبان لكم باش عجبتني ديزاين اللي هو انيق. فوالا 6 ديال الكراسه، الكراسه والعبار ديالها كيكون فيها 90 سنتيم على مترو 50. فوالا الناس اللي باش يعرفوا العبار مترو و50 على 90. شتو هذه ميزه، شوفوا البنات طلبت خويا ياسين قلت لي علاش لا ما ندوزهاش للمتابعات، ولكن راه فن 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 بحال هادو. نورمالمون انا مشيت فاش كنت بغيت ناخذ اون طابلا مونجي كنلقاو مثلا 8000 درهم 9000 كيقدروا يوصلوا حتى ل 10000 درهم. فوالا على حساب لاكاليتي وعلى حساب منين خديتيها. بحال دابا الا مشيتي مثلا شي بلاصه ديال الفراش خاصه بالفراش غيبيعها لكم 10000 درهم للفوق، لان كي قلت لكم 100% عود بالزاجه ديالها بكل شيء وديزاين خطير.
هنا خويا ياسين سعيدة الحظ حيت واحد واحد اللي غياخذها. نورمالمون الطبله كنا نديرو لها هي والكراسي ديالها كنا نديرو لها 6000 درهم. فوالا 6000 درهم الطبله وصالا مونجور يعني 120000 ريال. 120000 ريال. حنا دابا الصالا مونجور غادي نزيدو معاها طابي. فوالا الناس اللي بغاو يديروه معاها طابي كندوي على طابي كندوي على طابي جديد. دونك الناس اللي غادي يجيو ياخذوا لا صالا مونجور يعزلوا الطابي العبار ديال 1.40 متر/2 هو اللي غادي يجي مع هادي يعزلوا الموديل اللي بغاو. فوالا يعني كتجي بحال هي خارجه واحد شويه من التحت. كتجي بحال خارجه واحد شويه من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا هو العبار اللي كيكون. فوالا والحلاوه ديالها في الشوفه كتعطي كتعطي زوينه. الاسباس مقاد ديالها على حسب الصالون. راه عندك 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 شكيلات بزاف اللي بغات دير معاها لو كري. كاين فيه الكري كاين فيه البودو كاين فيه هذا البيج. هذا هو اللي عجبني انا مع صراحه. شفتو شوفوا كيفاش كيجي داير. هانتوما غنبعد باش يبان لكم. عجبني معانا هاد اللون هذا. اها كاين دوطخ كولور. كاين اللي فيه عاوتاني الدوغي كاين اللي فيه الكريم الكري كاين فيه بزاف ديال لي كولور. ديك الساعه الناس اللي غادي يبغيوها راه غادي نصور لهم لي طابي. بالنسبه لي طابي الثمن ديالهم لا فالور ديالهم راه كدير 700 درهم لا فالور ديال الطابي. حتى الناس اللي باغيين ياخذوا الطابي بوحدو ولا شي حاجه راه كيديروا 700 درهم 14000 ريال نورمالمون. بالنسبه لهاد العبار اللي كنقولوا اللي يجي مع الصالون اللي عاود قول لي شحال اللي هو جوج قلنا مترو 40 على 2 متر. مترو 40 على 2 متر اللي هو اللي غيجي مع هاد لا طابلا مونجي. فوالا دابا شحال غياخذوها نورمالمون اون طابلا مونجي مع 6 ديال الكراسه ومع الطابي ديالها 6000 درهم. 6000 درهم تخيلوا معايا البنات هميزه ولا ماشي هميزه. وتقدري نيت هذاك لو طابي ما تقدري مثلا ما تستعمليش معاها وتستعمليه في اسباس واحد اخر ولكن خديتيه بثمن زوين. تبارك الله عليك. حتى البنات 6000 درهم 6000 درهم 120000 ريال غتاخذوا الطابل ديال ماليزيا بيان سور. كنقول حنا اوكازيون يعني مستعمله ولكن باقا بونيطا فن. انا قلت لكم شفتها حمقاتني هو كنحاطها هنايا راه غتباع غتباع. قلتي انت كنتي غادي تديها مازال غادي تقادها. غنعطيها لواحد السيد هو اللي بغى ياخذها من عندي وكان ياخذها تقريبا بهذا الثمن تقريبا. فوالا حنا قلنا اللهم زعما تنفعوا بها الناس زعما شي واحد هذا الشيء اللي كاين بلاصه ما ياخذها واحد ويمشي يدير لها دي روتوش وبيعها ب 7000 8000 درهم في بلايص خرين. فوالا انتم غتاخذوها ب 6000 درهم مع طابي مع طابي وميم طون غادي نقادوا لي روتوش ديالها كاملين ما تبقى فيها. بصح يعني مازال غادي تقدروا تصبغوها لها وداك الشيء كلشي غادي يتقاد. ما شاء الله على خويا ياسين فاش كيديوها البيع والشراء راه كيقادوها كيبيعوها على اساس جديده تماما اساس مستعمل. ما شاء الله عليك. المهم هذه ميزه وكي قلت لكم غيكون سعيده ولا سعيد الحظ اللي غيفوز بها ياك. تبارك الله عليك. فكنبغي نشكرك اخويا ياسين بارك الله فيك. شكرا لك المتابعين ديالك اللي كيديروا فينا الثقه وكي كيتسنطوا لينا وكيجيو ولكن تبارك الله انت عندك واحد عندك واحد الموهبه ديال انك كتفسر كتوضح المعلومه وكتعرف كيفاش كنقول لك كيفاش توصلها بسلاسه. خاص الناس يعرفوا شنو كياخذوا قبل ما ياخذوا. تمام. سواء خداو من عندنا سواء خداو من بلاصه اخرى يكونوا عارفين راسهم شنو كياخذوا. تكون عندهم ديك النظره ديال واحد اللي عارف كل حاجه شنو كتسوى. تمام. باش مي يهضروا على سلعتهم يعرفوا راسهم شنو كياخذوا ماشي غير يجيو ياخذوا وصافي. ما شاء الله عليك. فكنبغي نشكرك بزاف بزاف. ان شاء الله من مورا هاد لا فيديو هادي كنوعدكم غتكون فيديو خاصه باش بالبابي بان او لي بوستير ان شاء الله. غير بقاو متابعين القناه. بالنسبه للرقم ديال خويا ياسين غنخلي لكم على الشاشه وغنخليكم حتى لاباج انستغرام تيحطوا فيها الجديد. كنت ولا كان شي برومو كيحطوا فيها حتى الخدمه اللي كتخدموا عند الناس احيانا كتحطوا عندكم حتى في لاباج انستغرام. راه ديجا نلقاو ديجا دي تروك لي ديجا مصوبين شحال من حاجه غتلقاوها. وتا داكشي ديال البرومو اللي كيتحط كيمشي راه كنحطوه تمايا دونك كيكون فواحد الوقيته وكنعاودو نمسحوه فوالا فوا كيتسالي كنعاودو نمسحوه. تابعوا لاباج باش تستافدوا الا كانوا شي ميزات. تبارك الله عليك. شكرا لك اخويا ياسين بارك الله فيك الله يحفظك. وشكرا لكم متابعي القناه حتى انتم على حسن المتابعه. كيف ما قلت لكم غتكون فيديو اخرى خاصه بالبابي بان ولي بوستير شي حاجه انا متاكده غتعجبكم. اثمنه بيان سور غادي تحمقكم. وعدتكم بسلسله وانا ان شاء الله كل مره كنجي عند خويا ياسين وكنصور لكم حاجه من داكشي اللي وصيتوني عليه باثمنه جد مناسبه. بالنسبه للرقم كي قلت لكم غتلقاوه على الشاشه. بالنسبه للطريق غتلقاوها مصوره في الاخر ديال لا فيديو. المحل ديال ايمي ديكو كيخدموا طوال ايام الاسبوع باستثناء يوم الاحد فقط. فشكرا لكم متابعي القناه على حسن المتابعه. اي استفسار اي ملاحظه كتبوها لي في التعاليق ولا بغيتوا شي معلومه ما ذكرناش في لا فيديو غير تواصلوا مع خويا ياسين ويجاوبكم على اي حاجه بغيتوها. فشكرا لكم مره اخرى. غادي نقول لكم بسلامه نتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يجيو للمحل ديال ايمي ديكو فكيف ما كيبان لكم هذه هي الطريق ديال ازمور يعني في اتجاه ديال موروكو مول.
غنحاول نصور لكم كل شيء بالتفصيل. كيف ما كيبان لكم هنا كنوصلوا للرون بوان، كنخليو المول على اليمين وكندورو حنا على اليسار، يعني بحال كنرجعو من الطريق اللي جينا منها. غير تبعوا معايا البنات اللقطات وغادي توصلوا حتى لقدام المحل، وبيان سيو غادي نخلي لكم لوكاليزاسيون في صندوق الوصف، اولا ممكن تطلبوا حتى من صاحب المحل انه يرسلها لكم. يعني كي قلت لكم كنرجعوا من الطريق اللي جينا منها باش ندخلوا على اول دوره على ايدنا اليمين. شو هي هذه؟ يعني اول دوره على ايدنا اليمين كندخلوا معاها وكنبقاو غاديين نيشان. فوالا جميع المعلومات نخليها لكم بيان سيغ في صندوق الوصف. كنبقاو غاديين غير طول حتى كيبان لينا هذا الملعب، هذا هو هذا كيبان هذا الملعب. الملعب كنخليه على ايدنا اليمين وكندخلوا مع اول دوره على اليسار، ومباشره كنلقاو المحل كيف ما كيبان لكم هو هذا. شتو المحل ديال ايمي ديكو بمدينه الدار البيضاء.